السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 99% من مستخدمين هواتف الأندرويد ناسيين كلمة السر الخاصة بحساب جوجل بتاعهم. فدلوقتي في الفيديو ده هعلمك ازاي تقدر تسترجع حساب جوجل بتاعك حتى لو هو مفتوح عندك في الجهاز. هخليك تغير الباسورد من غير ما تفتكر الباسورد القديم خالص. كل عليك بس بتعمل اشتراك في القناة ويلا بينا كده نبدأ الفيديو. اول حاجة انت بتعملها بتروح عندك على جوجل كروم، هتفتح جوجل كروم وهتلاقي الحساب الخاص بيك مفتوح فوق هنا. كل عليك بس بتضغط عندك على علامة البروفايل وهتعمل استرجاع من غير ما تحتاج رقم التليفون ولا من غير تحتاج اي ايميل تاني انت كنت رابطه بيه. كل عليك بس هتتبع الخطوات اللي انا هقولك عليها زي ما انت شايف قدامك كده، ده الايميل. بعد كده بتروح عندك على حاجة اسمها ادارة حسابك على جوجل، هيفتح معاك بالشكل ده كده. بتروح عندك بالشريط اللي فوق ده، بتروح بجنب لحد ما تلاقي فيه حاجة هنا اسمها الأمان، هتضغط عليها ضغطة. هتنزل تحت كده شوية، هيقول لك هنا حاجة اسمها كلمة المرور، ولك آخر تعديل كان سنة كام أو شهر كام، هتضغط بس عليها ضغطة واحدة كده. وبعد كده هيطلب منك كلمة السر الجديدة زي ما انت شايف قدامك. طيب دلوقتي هو حولني على كلمة السر الجديدة، ممكن يطلب منك البصمة بتاعتك او يطلب منك الفيس اي دي او بيطلب منك الباسورد الخاص بالتليفون بتاعك انت. فانت المهم تكتب الباسورد بتاع التليفون بتاعك او بتحط البصمة بتاعتك، ويحولك على الصفحة اللي قدامك دي، والصفحة دي تقدر تكتب كلمة مرور جديدة زي ما انت عاوز براحتك خالص. فانت دلوقتي هتكتب كلمة المرور الجديدة، بعد كده بتضغط عندك على كلمة تغيير كلمة المرور، ومن هنا قدرت تسترجع الحساب بتاعك. فانت دلوقتي هترجع تاني كده، نرجع كمان خطوة، هتكتب بقى الايميل بتاعك انت اللي هو الايميل ده، تمام، والباسورد الجديد، هتلاقي نفسك فتحت حساب جوجل بتاعك انت. تقدر تسترجع بقى عليها الصور اللي موجودة على درايف، او تسترجع عليها رسائل الواتساب المحذوفة اللي كانت موجودة عندك على جوجل درايف، او الصور القديمة اللي موجودة عندك على حساب جوجل. ودي الطريقة الوحيدة اللي تقدر تسترجع بيها الحساب بدون استخدام رقم الهاتف بتاعك لو انت كنت رابطه برقم هاتف. يعني في ناس بتستخدم الحركة اللي هي بتاعها، هل نسيت كلمة السر خلاص انسى كل الكلام ده. لو الايميل بتاعك مفتوح على الجهاز اتبع الخطوة اللي انا قلت لك عليها دي، وعلى طول تقدر تغير كلمة المرور وتسجل دخول عادي جدا بدون اي مشاكل. وكده انا الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. يا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة. دمتم بخير، سلام.